وعلى فكرة، وعلى فكرة السنة اللي فاتت هذه القناة المحترمة بتوجيه من صديقنا العزيز المذيع سرقت، أنا آسف إن أنا بستخدم اللفظ ده لكن هذا هو الواقع، وأقول سرقت ليه؟ سرقت كل الهايلايتس الخاصة بالدوري العام دون وجه حق، يعني المحترمين في السي بي سي والأستاذ محمد الأمين والأستاذ وليد العسوي تقدموا بطلب شراء الحقوق الخاصة بالهايلايتس، دفعوا آنذاك 5.5 مليون جنيه، واخدوا الهايلايتس، كان بيجي الراجل المحترم بتاعهم هنا يستلم الشرايط من محمد نصر ويروحوا في برامجهم المحترمه يذيعوا الهايلايتس اللي هي ملخصات المباريات. اشترى، لان هذه حقوق. قناه الاخرى اللي انا بحبها وبحترمها لكن مع الاسف مشيت ورا السرقه، انا اسف، انا والله في منتهى الاسف ان انا بقول كده، سنه كامله مش عايزين يدفعوا جنيه، قناه تانيه دفعت لأن تعلم الحقوق وتحترمها، والراجل صاحب القناة يحترم الحقوق، وبالتالي قال لك دي تمنها لأنه عارف إن هنا نجيب بيساويرس وقتها دفع 225 مليون جنيه قيمة الدوري العام، دفع فلوس بيحاول إن هو يجيب معلنين يغطوا له قد ما يقدر، يبيع هايلايتس عشان يكمل المبلغ، عشان في النهاية حضراتكم تتفرجوا على الدوري العام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لكن قناتنا اللي بتكلم عليها مع كل اسف بإيعاز من صديقنا العزيز سرقت الحقوق. اذا انت معتاد على السرقه، وانت رجل بتشجع على السرقه وبتقول انا هاخد مباراه ومش هدفع جنيه. الله، هو انا مسؤول اصرف عليك يا ابني؟ هو انا مسؤول اصرف عليك؟ انا مش مسؤول اصرف عليك. إذا معاك فلوس اشتري، معاكش فلوس اتفرج. ألا هو النهاردة قناة كذا اللي بتذيع الحقوق كلها اللي في قطر، تجرؤ تجرؤ ان انت تقول انا هاخد منها ماتش هذيعه على، تجرؤ؟ دي وقعت غرامة 1 مليون جنيه، 1 مليون دولار على الاتحاد المصري لما التلفزيون المصري ذاع دون اتفاق معاها مباراة مصر وغان 1 مليون دولار، وقالت يا اتحاد الكرة لو ما دفعتش هوقف نشاطك وهخصم من مستحقاتها وكذا، وكانت النتيجة ان الشركة اللي واخدة الحقوق ولا مليم دفعته للاتحاد، ما خدتش مليم، لان 1 مليون دولار اتخصم. هل تجرؤ حضرتك في مباراة من مباريات الافريقيا واخداها قناة اللي في قطر دي، تجرؤ تقول ان انا هاخد الماتش عنوة على الهواء مباشرة؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ هو عشان قناة مصرية محترمة اشترت تتجرأ عليها يا اخي؟ الله، ولقد حمينا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. ايه اللي انت فيه ده يا اخي؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ ده كلام ما ينفعش خالص خالص. آخر حاجة عايز أقولها، آخر حاجة عايز أقولها ختام كلامه امبارح وفقا للينك اللي جالي، قال دي الحلقة الأولى وأنا عندي بقى ورق هطلعه على الهوا، وبعدين افتكر إن هو ما عندوش أي حاجة، ده هوا كله هوا يعني. قال لك لا، هقدمه للمسؤول. أنا النهاردة بقول له يا صديقي العزيز، الساكت عن الحق شيطان أخرس، هندي لك فرصة لبكرة وبعده، لو ما طلعتش ورقك على الهوا اللي انت ماسكه على الناس زله يعني وفقا لإيحاءاتك اللي احنا واخدين عليها دي يعني، يبقى انت بتكذب والكذاب بيروح النار. انت بتكذب والكذاب بيروح النار. هنسيبك النهارده وبكره، اذا ما طلعتش اللي انت بتقول عليه ده سكسكه وبكبكه اللي انت بتتكلم هراءات وهلاوس امبارح، هنديك بكره وبعد، بلاش النهارده، هندي عشان تتفرج النهارده وتستمخ كده، وبكره وبعده تطالع. إذا ما طلعتش حاجة هنقول عليك يا كابتن حضرتك بتكذب، مش هنقول عليك كذاب لا سمح الله، لا، هنقول عليك بتكذب، واللي بيكذب بيروح إيه؟ بيروح النار. مش هقول لك أكتر من كده النهارده، وأنا في انتظار ردود حتى نستمر في هذا المسلسل الهابط اللي حضرتك بدأته.